كونداليزا, it is not very difficult to learn perfect Arabic. Yes. One must have confidence and not be afraid. شفت يا أستاذ؟ شو في عندك شي بارد؟ في عنا عصير فريش, بردقان, ليمون, تفاح. شو هجوهان؟ بدي سوفت درينك فاخر. مثل شو أستاذ؟ يعني ما عندكم جامايكا, بلادي ميري, تيكيلا, زنجارا, جنفيز؟ موجود أستاذ, كله موجود, بس بدون كحول. ها؟ حاضر أستاذ. أصبح جيب لنا 2 جامايكا لو سمحت. على عيني أستاذ. تمرش تاني؟ لا لا لا, سلامتك. بقى شو كنا عم نقول؟ أيوة, الحقيقة أنا يا ميس كونداليزا من الناس المؤمنين بضرورة لقاء وتلاقي الحضارات, meeting together, ومن أشد الدعاة للحوار بين الشرق والغرب, ديالوج between east and west. ريلي خليل؟ Of course. ومو بس هيك, أنا عندي نظرية متكاملة, integrated theory, حول ردم الهوة بين دول الشمال المتحضر developed northern nations وبين دول الجنوب المتخلف undeveloped rudimentary southern nations. أوه مستر خليل, أفكارك very important. الله يخليكي. هو بصراحة راح تكوني very surprised لما بتتعرفي علي أكثر. I'm sure, عندي إحساس بهالشي, وما بعرف ليش أول ما شفتك حسيت إنك very different عن كل البيبول يلي عرفتهم. كونداليزا, I have the same feeling. You are the person who I need, believe me. Condoleezza, I would like, I should, I desire, I wish, I hope. Condoleezza, تتجوزيني؟ طمني, شو كان جوابها؟ قال بدها فرصة حتى تفكر بالموضوع. يعني إمتى ممكن تردلك جواب؟ يعني شغلت كم يوم مو أكتر. يعني ممكن توافق ولا لا؟ لك طبعاً أكيد رح توافق, والوضع شبه منتهي. طالما الموضوع منتهي ليش أخذت فرصة لكام؟ ولك أخي في أمور بتشترك فيها كل نساء العالم بالشرق والغرب والشمال والجنوب, حركات نسوان يعني. إذا كان هيك معلش. شو كونداليزا؟ طمنيني, فكرتي بالموضوع؟ Of course. شو النتيجة؟ It's okay. Okay؟ يا سلام عليك يا كونداليزا. هذا أحلى خبر بسمعه بحياتي. قومي لقلك, قومي. لوين؟ بدنا نشتري المحابس. محابس؟ شو هاي المحابس؟ قصدي خواتم الخطبة. Now؟ إيه now؟ هاي الشغلة بالذات مو لازم تتأجل أبداً كونداليزا. يلا يلا قومي لقلك, قومي, لأنه في عنا مثل عربي بيقول دق الحديد وهو حامي. ما فهمتي ما هيك؟ يعني شو بدي لك الإنجليزي؟ Strike the iron while it's hot. أوكي, as you like. قومي لقلك, قومي.